مرحب بكم جميعا. أذكركم أن الحياة اجتماع مستمر، فإحنا عندنا مؤتمر الخميس الجاي، خميس جمعة سبت في العبور تحت عنوان قرون القوة. متهيألي في أماكن لسه، في أماكن فاللي عايز يحجز ممكن يحجز، واللي عايز يتحرك بس في الأيام بيبقى في أوتوبيسات، فاللي عايز يعرف أي تفاصيل مع سوس ونعمة، أشهر سوس ونعمة في جمهورية مصر العربية. فده الخميس اللي جاي طوالي، أمين. حاجة تانية محتاجين تعذروني، أنا بقالي 3 أيام نايم كده فيهم حوالي 4 ساعات بس، فمفيش حابة أقعد أهد النهاردة يعني، بس عشان إيه. أوكي ممكن، شكرا. أنا واعد ناس بأن أنا أقعد معهم، فالناس اللي وعدتهم أن أنا أقعد معهم النهاردة هقعد معهم النهاردة، لكن أنا على الأقل موجود في الاجتماع. تعال نفتح كتاب مقدس، نفتح كتاب مقدس. رسالة تيموثاوس الأولى، للأسف التدين أفقد معنى وقفتنا قدام الرب، واستخدم لغة، أو إحنا استخدمنا لغة رخصت مع الوقت بسبب التدين. التدين بيفقد الأمور قوتها. التدين هو التعود على أمور ربنا ببساطة، يعني لو عايز تعرف التدين، التدين هو التعود على أمور ربنا، فبيفضل الشكل وبتفقد القوة. كلكم عارفين الكلام، أنا بس بذكركم. فالتدين بيعمل إيه؟ بيعودك على أمور ربنا، فبتعملها أوتوماتيك بدون ما تدرك أنت بتعمل إيه، فبتحتفظ بالشكل وبتفقد القوة، بتفقد إدراك أنت بتعمل إيه قدام مين، وإيه اللي بيحصل فيك، وإيه اللي بيحصل في وقفتك قدامه. عشان كده كتاب مقدس لما بيقولك إحنا بنعبد، قالك أنت بنعبد بالروح وبالحق، دول الساجدون الحقيقيون، لأن الله روح. والحقيقي الحقيقي الحقيقي لما بتقف قدامه هي روحك اللي واقفه قدامه. جسدك هو القشرة اللي الروح مستقر فيها، لكن الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق، أو روح الحق الحقيقة في الأصل اليوناني، ويسجدون بروح الحق. فالتدين بيفقدنا الصورة، بيفقدنا قوة الصورة دي، قوة إدراك، ونسميها أنا بصلي وخلصت صلاة، فبصلي وخلصت صلاة وتحولت الكلمة حتى رخصت قوتها إن أنا عايز أصلي أو ما بصليش أو بصلي. القصة الحقيقية هو إنه روحك، إنسانك الداخلي، أفسس 3 يستعمل هذا التعبير، إنسان الروح الداخلي، إنسانك الداخلي مخلوق وموجود جواك علشان يتواجد قدام الرب ويعمل شغل روحي قدام الرب. إنسان الروح بتاعك هو الحقيقة بتاع وقفتك قدام الرب، وشكله وهو بيصلي غير خالص ما أنت تعودت على صلواتك وعلى وقفتك قدام ربنا. كم النور، كم الاستخدام، كم الأهمية، كم الشغل الروحي اللي بيحصل، كم القيمة من واحد من التدين يقولك انت بتطلب طلبات واحتمال ربنا يستجيب واحتمال ربنا ما يستجيبش، وده مش اللي ربنا دعينا ليه خالص خالص. عشان كده ببساطة في متى في الموعظة على الجبل، كلكم عارفين الآيات بس نقراها ونروحانها، يقولك أباكم يعلم انكم تحتاجون كل هذه. يعني قصة ان الصلاة عبارة عن طلبات يا رب، دي قصة
صغيرة جدا في العلاقة ما بينك وبين الرب. أباكم يعلم أنكم تحتاجون هذه قبل أن تسألونها. اطلبوا أولا، كلكم عارفين القصة، ملكوت الله وبره، هذه إيه؟ كلها، كل هذه كلها تزاد لكم. فتاري قصة الصلاة اللي هي بمعنى طلبات واستجابات هي جزء صغير جدا من رحلة أو من قصة أو من حقيقة وقفتك قدام الرب. لأن لو أنت وأنا بنقف كإنسان الروح الداخلي قدام الرب الروح، الله روح والساجدون حقيقيون يسجدون له بالروح وبالحق زي ما قال لنا في يوحنا، فوقفة روحك قدام الرب هي مش وقفة طلبات. وقفة روحك قدام الرب هي وقفة قيمة، وقفة أهمية، وقفة بيحصل فيها شغل مختلف خالص عن اللي تعودنا عليه، برغم ان عارفين مفردات كتيرة لوقفتنا قدام الرب، لكن هذه المفردات فقدت برضو قيمتها. هقول حبة جمل بعد شوية كلكم عارفينها، لكن فقدت قيمتها وبقت دين. والدين بيقول لك احفظ الآية، ده شكل الآية، لكن مفيش قوة في هذه الآية أو في هذه الحقيقة بتاعت وقفتنا قدام الرب. لو أنا إنسان الروح الداخلي بيوقف قدام الرب، خلينا نقرأ آيات تيموثاوس الأولى لصح الأولاني وعدد 18. هقرأ آية واحدة بس. هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياه حسب النبوات التي سبقت عليك. هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياه حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. هقف هنا. كل وعد، كل نبوة، كل آية مش عشان سمعتها هتحصل. واوعى تاخد الآية وتقوم حادف على الناحية التانية، يبقى لازم احارب، يعني وتاخدها بمعنى لازم تحارب بمعنى الصراع. بس نقرأ الآية مرة تاني. هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس استودعك إياها حسب النبوات. إذن هناك نبوات على تيموثاوس سبقت عليك لكي تحارب فيها. إذن الوعود أو النبوات بتعطى لحضرتك ولحضرتك مش عشان تسمعها أو عشان تقول فقط أمين، لكن الأمين بتفتح حاجة لكي تقف فيها وتحارب فيها المحاربة الحسنة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن وقفتك قدام الرب مش بتحاول تقنع الرب إنه يعمل حاجة. التدين يقول لك صلي عشان ربنا يعمل. أنت مش بتصلي عشان تقنع الرب إنه يعمل حاجة. الرب إدى وعود، الرب في هذه الآية قال نبوات لتيموثاوس. طب تيموثاوس هيصلي بإيه؟ ما هو ربنا قال إنه عايز يعملها. هل عشان سمعت نبوة؟ هل عشان عندك حافظ آية فيها وعد؟ هل عشان خد خلوتك ولقيت آية عجبتك جميلة؟ هل آية في حد ذاتها أو العظة اللي قالت لك آية شجعتك في حد ذاتها لأنك سمعتها هتحصل؟ كتير ربنا لأنه لذيذ وطيب وحبوب بيعملها، لأنها دايما بتعملها بالنعمة. لكن في حاجة بتحصل في أرواحنا لما بنفضل واقفين بالنبوة بحسب الآية دي، حسب النبوات التي أعطيت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. روحك الوقفة قدام الرب، المشيئة بتاعت مش بتحاول تقنع الرب إنه يعمل حاجة. روحك الوقفة قدام الرب بتتغير، بتتنقل، بتعد لاستقبال اللي الرب أطلقه، تنبأ بيه وعايز يسكبه على حياتك. إنسانك الروحي هو المكان اللي بيستقبل كل نبوة أنت سمعتها طول ما هو واقف قدام الرب. ثبات وقفتك، وقفتك قدام الرب مش وقفة طلبات. وقفتك قدام الرب هي نقلة بتحصل جواك لكي تتنقل من حيث أنت
للمكان اللي فيه الرب يسكب كل نبوة قالها لحياتك وكل نبوة قالها على بلدك أو على بيتك أو على أرضك. خليني أقول لك الجملة اللي جوايا، أنا بعمل مقدمة بس خليني أقول لك الجملة اللي جوايا عشان لو الاجتماع قصر لأني مش قادر أقف أبقى قلت لك الجملة. الرب عايز يسترد وقفتك ككاهن، لأن الحقيقة 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 إحنا لغاية دلوقتي ما وقفناش ككهنة قدام الرب. بنصلي بس بتدين، بس مش كهنة بحسب كلمة الرب وبحسب العهد الجديد. أنا هنبص على كلمة كهنوت النهاردة شوي. استرداد كهنوتك بيبرق أرضك، عدم إبراق الأرض مربوطين ببعض. استرداد كهنوتك في الروح، استرداد الكهنوت الروحي بتاع روحك في الحضور الإلهي بيعمل إبراق للأرض اللي تحت رجليك وإبراق لكل حاجة في حياتك. كل النبوة بتستقبل على روحك وبتقف بيها ككاهن في الروح قدام الرب، الأرض اللي تحت رجليك بتبرق. لو أرواحنا وقفت بكهنوت حقيقي وعرفت هي بتعمل إيه قدام الرب، لأن الرب عنده نبوات عنده وعود، هو أعلن مشيئته، مش بنحاول نقنعه، بس الرب عايز ياخد أرواحنا ويحركها قدامه عشان تتنقل وتتحرك بهذا هذا الوظيفة. هذه الوظيفة مش نحن بنصلي في بعض أحيان بنحضر اجتماعات وبنسبح، هذه الوظيفة بتحصل في أوضتك. فالنهاردة بتكلم أكتر على وظيفتك وانت وانت مغمض عينك ورفع قلبك، أيا كان في اجتماع أو في أوض أو في عربية أو في مواصلة أو في أيا كان، روحك بتعمل إيه؟ مش بتكلم على قشرتك، مش بتكلم انك مغمض عينك بتصلي، أو مش بتكلم انك بتقرأ في كتاب مقدس، بتكلم روحك بتعمل إيه؟ أن روحك فيها وظيفتين، روحك هويتها ابن، بس روحك فيها وظيفتين، وظيفة كهنوتية كهنوت روحي ووظيفة ملوكية سلطان روحي. انتوا هنا في وظيفة لروحك اسمها وظيفة كهنوتية، ده غير وظائف الطوائف، دي وظيفة تانية، دي وظيفة لكل المؤمنين، ده كهنوت المؤمنين، هنبص عليه في كتاب مقدس حالا، هنكتشف ان هو يعني دي في وظائف طائفية لكن في دي وظائف للمؤمنين للروح. ففي وظيفة لروحك وظيفة كهنوتية، وظيفة أخرى وظيفة ملوكية اللي هي بتطلق السلطان. فالوظيفة دي وظيفة الكاهن بتاعت روحك لو ما تحركتش بجد في نبوات ما بتستقبلش، عشان كده قاله حسب النبوات المعطاة ليك عشان تقف فيها وتحارب فيها. ده حرب روحية، ما أقصدش حرب روحية يعني تقول باسم يسوع، بتكلم على حرب روحية يعني وقفة روحية قدام الرب من أجل تحول بيحصل في أرواحنا لاستقبال كل نبوة وكل وعد. روحك وهي واقفة ككاهن قدام الرب شكل حضرتك مختلف تماما عن القشرة دي، شكل روح حضرتك وروح حضرتك وانت واقف في الوظيفة الروحية بتاعت روحك ككاهن قدام الرب مختلف تماما، المكان بتاعها مختلف، السلطان، الوظيفة، القيمة بتاعت الصلاة. لأن في بعض أحيان الصلوات تبقى طالعة، فاكرين لما يسوع قال لعله ابن الإنسان عندما يأتي إلى الأرض لعله يجد الإيمان على الأرض، وهو كان بعمل بيعمل معجزات وهم مش مصدق، يعني شايفين يسوع، تخيلوا معايا، شايفين يسوع وشايفين المعجزات وفي حاجه مش عامله كليك. انا مش بتكلم على حد غريب، انا بتكلم علينا بتكلم علينا، لان في بعض احيان بنصلي صلوات كاننا مش عارفين احنا بنكلم مين، وبنصلي صلوات كاننا مش عارفين احنا واقفين فين، وبنصلي صلوات تدينا بيها اتعودنا عليها، جمل محفوظات اتعودنا عليها او سمعناها من خدام بنقولها لمجرد انها شكلها جميل، لكن حقيقة روح حضرتك وروح حضرتك مليانة مصداقية، مليانة نور، مليانة وقفة مختلفة خالص، لأنها في وظيفة. كلكم عارفين إن إحنا ملوك وكهنة، غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوك وكهنة، وبنقولها ونعديها، بس دي وظيفة روحك. خليني أسألك سؤال من غير ما تجاوبه بس فكر فيه للأمانة،
هل كل مرة بتصلي أنت بترى نفسك كاهن قدام الرب؟ كل مرة صلينا، أشكر إخواتي الأمناء اللي هزوا رأسهم كده، وخليني أقول أنه 99.9 من 10 مننا كان مفروض يهز رأسه كده. وخليني أقول أنه كل مرة بنصلي مش ككهنة قدام الرب، مش في الوظيفة الروحية بتاعت روحي، بتاعت روح حضرتك ككاهن، روحك ليها وظيفتين، في وظائف في الأرض، ممكن تكون كارز، ممكن تكون بتعمل أعمال رحمة، ممكن تكون بتزور مستشفيات، دي وظائف أرضية، دي وظائف خدمية. لكن وظيفة روحك في السماويات هي وظيفة كهنوتية ووظيفة ملوكية، دي وظيفة روح كل حد هنا سمعني، فمش بتكلم على واحد أو بتكلم على خدام، بتكلم على كل واحد واحدة سمعني. وبالتالي لما تيجي تصلي روحك اللي بتصلي، لأنه قال الله روح والساجدون الإيه؟ حقيون. يعني ممكن يبقى فيه ساجدون بس مش حقيقيون، ساجدون حقيون يسجدون بالروح والحق. وبالتالي لما حضرتك بتصلي بتوقف بالروح، وروحك ده له وظيفتين، مالوش وظيفة تالتة. في السماويات في خدمات كتير على الأرض، بس في السماويات نحن ملوك وكهنة. فوظيفتي لما بقف قدام الرب روحي بتتحرك في روح كهنوتي. هنبص على حاجات بسيطة جدا النهاردة، مش هبص على الكهنوت في الكتاب المقدس، بس أنا بس برفع إيمانك إنه لو أدركنا وقفتنا، لو أدركت إن روحك واقفة ككاهن قدام الرب، ودي وظيفة، نوع صلواتنا، جمل أرواحنا، الجمل اللي بتخرج من صلواتنا، إدراك الوقفة وأهميتها وإمكانيات اللي بتحصل، كل حاجة هتتغير. ثلاث حاجات في السماويات بتاعتك، أنا حريص، أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا عايز أوصل لإبراء الأرض، أنا عايز أوصل لأن ظروفك وحياتك وتتحرك بسلطان لإبراء كل حاجة حواليك بتتحرك فيها. أنا عايز أوصل لسلطان أنت في قيمة ملوكية، آدم الأخير ساكن فيك يسوع المسيح، وأنت في آدم الأخير استردت كل قيمة لآدم البشرية، وبقيت عايش في آدم الأخير ده بسلطان، رافع قلبك ورافع إيمانك ورافع رأسك ورافع صوتك، ومدرك السلطان اللي دعانا ليه الرب. فتيموساوس مش محتاج يقنع ربنا انه يعمل حاجه، تيموساوس محتاج يوقف روحه بروح كهنوتيه ويحارب او يقف من اجل انه يتنقل للنبوات دي انها تحصل في روحه، فبتحصل حواليه، تحارب فيها المحاربه الحسن. خلينا نروح بيك لايه من العهد القديم، سفر التكوين، تكوين 15. انا حريص، اوعى تصور انا بتكلم كلام مش عملي، انا بتكلم بعمل هذه المقدمه عشان اتكلم معاك عملي، لاني حريص انك ما تصليش وما يحصلش حاجه، انا حريص انك كل مره تصلي يحصل حاجه، انا حريص انك ما تضيعش وقتك وتصلي، انا حريص انك لما تقف قدام الرب دايما يحصل حاجه، انا حريص انك ما تبقاش متدين وتاخد الشكل، فقد القوة ومبقاش في حاجة بتتغير. ما عرفش عنك بس أنا قلبي بيأكلني لما أنا أنسى اللي هو بيقوله واخش في التعود، أنا بضيع وقتي، بيبقى في شنك اللي أنا بعمله، بيبقى في شنك، عارفين في شنك؟ صوت بس على الفاضي، بس فيش حاجة، صوت. تكوين 15 عدد 5، الرب أخرج إبرام من الخيمة، لأن جوه الخيمة جوه الظروف المنظر مغلق، المشهد ملوش مخرج، الأحداث ملهاش رجاء. خرجوا برا الخيمة وقال له ارفع عينك
أخرجوا إلى خارج عدد 5 وقال أنظر إلى السماء عد النجوم إن استطعت أن تعدها هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. قال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض لترثها. قال أيها سيد الرب ماذا أعلم إني أرثها؟ قال له خذ لي عجلة ثلثية، عنزة ثلثية، كبشا ثلثيا، يمامة وحمامة. أخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، أما الطير فلم يشقه. الآن عايز عدد 11. فنزلت الجوارح على الجثث وكان إبرام يزجرها، ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات. نقف هنا. من كام أسبوع كملنا الجزء اللي فات ده اللي جاي ده في اجتماع الأربع. الرب قال لإبرام حاجتين، قال له نسل وقال له أرض، فاكرين؟ قال له نسلك كنجوم السماء صح؟ وقال له نخرجتك من الأرض لكي أعطيك، ليعطيك هذه الأرض لترثها. عدد 7. فقال أيها السيد الرب ماذا أعلم إني أرثها؟ إذا هناك وعد، بس برضو الوعد بيحصل من خلال وقفة روحك قدام الرب. مش أنا الوعد مش انك سمعته وبعد كده تقول فينه ما انا سمعته. امن ابرام فحسب له برا. اذا ايمانك بالوعد بيحسب لك برا، بس انت لسه ما خدتش الارض. Are you here؟ رب قال له انا حديك نسل، وقال له انا حديك الارض، فامن ابرام فل الفل فحسبه له برا. أخذ الأرض؟ ما خدش الأرض. ده يجب أن إبرام يقف قدام الرب. إحنا بنعمل إيه؟ بنسمع وعد، بنصدق، بنفرح بيه، بنروح ناكل آيس كريم. والرب عايزك تسمع وعد، تفرح بيه، تصدقه وتروح تقف بيه وتحرك روحك الكهنوتي قدام الرب. ولما تحصل عتمة ولما تيجي الطيور تحاول تخطف الذبيحة بتاعت عبادتك أو وقفتك قدام الرب، تزجرها من على الذبيحة ومن على وقفتك. ليه؟ لأن وقفتك المستمرة وقع على إبرام السبات لغاية لما الرب عدى في اجتماع الأربع من أسبوعين، عدى كتنور نار بين القطع وعمل عهد. حصل نقلة جوه إبرام، مش بس أنه آمن فحسب له برا، لا ده فضل واقف تحارب فيها المحاربة الحسنة. دي نفس القصة بتاعة تيموساوس، عليك نبوات بس لازم تقف فيها وتحارب فيها المحاربة الحسنة. أنتوا هنا؟ ده مش مجهود. أنا مش بقولك قصة مجهود، أنا بقولك قصة وظيفة روحك. مش بقولك حاجة جسدية محتاج تعملها بالجسد، أنا بقولك وظيفة روحك الروحية. في وظيفتين لروحك، وظيفة كهنوتية بتقف قدام الرب بهذه الوظيفة الكهنوتية، أنت كاهن للرب، روحك تكهن للرب. القشرة بتاعتك لما تيجي تصلي يا رب، ده لو انت بتحضر اجتماعات كده فيها مش بس اجتماعات مثلا بتخش يا رب احنا انا ضعيف ويا رب انا غلبان ويا رب محتاجين مش ايه ورب استرها ويا رب، ممكن تكون شخص بيحضر اجتماعات فيها لغة ايمانية فعظمك يا رب، حلو قوي الكلام جميل جدا، بس خلي بالك انت ده تعود ولا ده الوظيفة الكهنوتية؟ الوظيفة الكهنوتية إنسان الروح الداخلي، الله روح، واللي بيعبدوه بإنسان الروح الداخلي. إنسان الروح الداخلي بيقف في حتة فيها كهنوت مختلف خالص. أقول لك جملة بس صغيرة يمكن ما نكلمش عليها خالص النهاردة، ونتكلم عليها جملة صغيرة ونكلم نكبرها الأسبوع الجاي. مفيش كاهن بيقف قدام الرب عن نفسه. المفروض تقول أي، البعض ابتسم، بس مفيش كاهن بيقف قدام الرب عن نفسه. الكاهن دائما بيمثل آخرين قدام الرب. يعني انتوا هنا؟ فلو انا روحي بتتحرك في وظيفة كهنوتية، عمري ما بخش قدام الرب وعظمه وبعد كده اقول له يا رب بقى تعالى عليا وتعالى. كاهن بيقف قدام الرب من أجل ناس ورا ظهره.
الكاهن بيقف قدام الرب من أجل الأرض، وهقول لك ليه حالا، أقول لك إزاي، أقول لك الديناميكية بتاعتها إزاي. لما الكاهن ما بيقفش حقيقي قدام الرب، في حاجة تحت رجلينا ما بتحصلش. عشان كده حاجات كتيرة من النبوات ما بتحصلش على حياة البعض، أو حاجات كتيرة من الوعود ما بتحصلش على حياة البعض، أو يبقى في وعد وصدقنا بيآمن بالرب فحسبه له برا، بس الأرض ما اتخدتش والابن ما حصلش. إبرام فضل واقف حتى لما جت العتمة، وحتى لما دخل السبات، ولما جات الطيور الجرحى تخطف الوعد، فضل روحه واقفة بقى بصورة روحية مش بصورة جسدية، عشان ما يتخطفش. ليه؟ روحه ثابتة. كم مرة شكينا في وعد من الوعود؟ أشكرك يا أختي، أنا وأختي صادقين، الباقيين روحك، الروح بتاعك، الوظيفة الكهنوتية بتاعت روحك، لو انت مطلعها لبره، لو هي دي اللي بتصلي وهي دي اللي بتقف قدام الرب، عمرك ما هتشك. اللي بيشك هو القشرة، اللي بتكعور هو القشرة. عشان كده في نفس الوقت لما يقول لك الأرض شايفين 4 أشهر، دي القشرة بتقول أما تقولون أنه بقيت 4 أشهر الحصاد، ارفعوا عيونكم، ده إيه؟ ده إنسان الروح. في نفس اللحظة للقشرة بتقول حاجة، إنسان الروح بيقول حاجة تاني خالص. في نفس اللحظة للقشرة بتشك، إنسان الروح مصدق تماما. في نفس اللحظة للقشرة مش قادرة تصلي، إنسان الروح مستعد يبقى كاهن. إنسان الروح أسهل جدا من قشرتنا. فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ إنسان الروح ده اللي كان قاله يسوع في جسيماني، فاكرين؟ اسهروا معايا ساعة واحدة ما قدروش، أما قدرتم أن تسهروا معايا ساعة واحدة. الروح نشيط، الروح يريد، أما الجسد فضعيف. القشرة بتقول حاجة، أما الروح فبيتحرك في حتة تاني خالص. الإنسان الروح بيكهن. يسوع قضى الليلة دي مش بيحاول يقنع الرب حاجة، بيتنقل في هذه الحتة للمكان، لتكن إرادتك بل إرادتي، لا لا إرادتي بل إرادتك. ففي المكان ده هو مكان المعجزة، المكان اللي فيه تحقيق الوعد على حياتك، المكان اللي فيه كل حاجة في حياتك بتستقر، المكان فيه الصوت الخافت اللي بيسكب بيطلق الملكوت جواك. الملكوت مش حواليك، الملكوت جواك، والملكوت هو الصوت الداخلي. والصوت الداخلي ده بيخلق حاجة، بيعمل حاجة، بيحقق الوعد، لأنه الوعد لما تقلك وانت صدقته لازم روحك، وظيفة الكاهن جوه روحك تشتغل. النبوات عليك لكن حارب فيها محاربة حسن، هيبقى ليك ناس وهيبقى ليك أرض، بس فضل واقف قدامهم. خليني أقرأ لك آية كمان في دانيال. انتوا كويسين؟ طيب دانيال 9. أذكرك بالديناميكية، كلنا بنسمع آيات، كلنا بنسمع وعود، بنفرح بيها، بنصدقها. آمن إبراهيم، حلو قوي، حسب هذا الإيمان يحسب لك برا. بس هذا البر مش علشان تروح تأكل آيس كريم، هذا البر هو الخطوة الأولى لروحك إنها تقف في الوظيفة الكهنوتية بتاعتها، عشان في الوقفة دي، في هحكي عملي حالا، في الوقفة دي بتاعت روحك النبوة بتحصل، الوعد بيحصل، لأنك بتقف في روحك محاربة حسنة. ولا أعني المحاربة الحسنة كواف عمله طول باسم يسوع، باسم يسوع ده لها مكانها، بس إن روحك تقف ككاهن قدام الرب، هو ده اللي أنا بتكلم عليه المحاربة الحسنة. هو ده اللي وقف فيه إبرام وبيزجر الطيور الجرحى لغاية لما الرب عدى وعمل العهد بين القطع. دانيال 9، في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. ببساطة دانيال استوعب وأدرك وحصل إعلان جواه أنه أرمية كان يتكلم عن 70 سنة من السبي، واكتشف أن 70 سنة خلصت. فحسب وقري فهمت من الكتب،
بصوا على الشاهد وراي، فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. ففهمت وحسبت واكتشفت إن 70 سنة خلصت. ده مش بس وعد، ده وعد وجاء معاد تحقيقه. هتفهمها؟ كل حاجة بتقول الله ينور، كل حاجة بتقول هو ده الوقت، it's time. يعمل ايه دانيال؟ فوجهت وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات والصوم والمسح والرماد. يعني وعد، مش بس وعد، وعد وتايم، وعد وتايم. يعني مش بس انت بتسمع الوعد في 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 عظة او في الكلمة او في خلوتك او في نبوة او ايا كان، مش بس بتسمع وعد ده، والوعد بيقول لك 3/4/2017. فتقوم فرحان قوي بالوعد، تصدق جدا بالوعد، وتروح تاكل ايس كريم. مش عارف ايه قصة ايس كريم النهارده، بس اهو ما خلاص، ما فيه وعد وجاء وقته. دانيال ما عملش كده، دانيال عرف الوعد وحسب السنين وعرف انه it's time. فقام عمل ايه؟ فقام وجه وجهه الى الرب بالصلاة والتضرعات والصوم، ده عكس الايس كريم، والمسح والرماد. ببساطة دي لغة العهد القديم، مش بقولك تعمل بالحرف زي ما دانيال عمل، أنا بتكلم عن استيقاظ، عن وقفة روحك، عن إدراك روحك وقفتها، استرداد وظيفة روحك الكهنوتية. بيبرئ أرضك حتى لو بقالها لسنين طويلة لم تتغير، والرب دعاك أنه يبرئ أرضك ويبرئ كل أرض بتدوسها، كل شغل بتدوسه، كل خدمة بتدوسها، كل مكان بتدوسه، لأنك بتحمل في داخلك هذه الوظيفة الكهنوتية والوظيفة الملوكية ومتحرك بيهم أينما ذهبت. فانت مش بتصلي بالقشرة الخارجية، انت انسانك الروح واقف بالوظيفتين. اذكرك انا، التكرار في بعض احيان بينور، لا بينور المرة دي بينور. في وظائف كتيرة، خدمات في الارض، في وعاظ، في رعاة، في انبياء، في دي وظائف في الارض، دي وظائف كنسية، دي وظائف حلوة جدا. لكن ايا كان وظيفتك في الارض، في الكنيسة، في الخدمة، في العمل، بتزور مرضى، بتعمل خدمة رحمة، بتعمل تدابير، أيا كان اللي بتعمله، كلنا كلنا كلنا، من كبرنا لصغيرنا، من متقدمنا لمتأخرنا، للمتقدمين في الروح لسه عارفين ربنا مبارح، كلنا عندنا 3 حاجات دول. كلنا ابن، دي هوية روحك. فروحك هويتها مش ان انا هوية روحي مش ان انا بوعز دلوقتي، هوية روحي وانا بتكلم دلوقتي ان انا ابن. انتوا هنا، ووظيفة روحي، ووظيفة روح كل حد سمعني ابن للرب ملكه كاهن. دول وظيفتين، دول حاجتين لابسين روحك. فروحك أول ما بتقف قدام رب بتلبس ثياب كهنوتية، ولما تبقى محتاج سلطان بتلبس ثياب ملوكية. دول الوظيفتين بتاعت أرواحنا. لو عملنا حاجة برا الوظيفتين دول، احنا بنعملهم بالقشرة الخارجية اللي بتقول فاضل 4 أشهر، اللي بتقول أنا خايف، بتقول أنا شاكك، بتقول ربنا وعدني فين الوعد، بتقول طب المخاوف اللي بتحصل في حياتي دي، القشر دي، كل ده القشر، دي كل ده القشر. إبرام هو كان قاعد جوه الخيمة بيقول أنا ماضي عقيم، قالوا حبيبي أخرج ارفع عينك، نفس القصة اللي حملها مع التلاميذ، ارفع عيونك ومنحقوا له بيض، ارفع عينك شايف نجوم السماء؟ فآمن إبراهيم، حلو قوي، آمن وخلاص. نو لو فضل واقف، روح واقفة في حاجة، في حاجة مهمة. في لما دانيال عرف إنه 70 سنة خلصت، وقف روحه. أول ما تسمع وعد أو قلبك يعشق مع وعد ويقول it's time، ده وقته، ده وقت إن توقف روحك
قدامه وتدرك انك بتلبس هذه الوظيفة الكاهن وتقوم رافع ايدك وتقف في المكان بتاعك. تعالوا نبص على زكريا 3 اصحاح مشهور جدا، هاخده كمثال. زكريا 3 أراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. عدد 3 كان يهوشع لابس، كلكم عارفين الشاهد، يهوشع لابس ثياب قذرة واقف قدام الملاك. بصوا ان روحك تقف في هذا المكان على مدار السنين الطويلة بقى في حاجات مرمية على الوقفة دي. الحاجات دي بتحمل شكاية، بتحمل اعمل اللي عليك بس صلي، يعني قول كلام، يعني قول الكلام المظبوط اللي يحاول يقنع ربنا. حد في مرة جالي زي السكر، في ناس لذيذة كده صادقة بتقوم بتوقف نفسها وتقول أنا بعمل إيه بالظبط. فجالي حد كده زي السكر قال لي أنا اكتشفت أن أنا بعمل كده زي ما أنتوا بتعملوا كخدام، وابتدي أعظم ربنا وأقول كلام كبير عنه لمجرد أن أقنعه أنه يعمل حاجة. فيقولوا له يا رب انت عظيم وانا برفعك وبعليك، هو بيقول كل الكلام ده يعني ايه، فاهمين فاهمين لما الابن يجي لابوه انت ما فيش زيك اب، علشان ايه هو عايز ايه، وعايز حاجه. فهو اكتشف ان هو بيعمل كده مع ربنا، انت ما فيش زيك اب ادي. فلذيذ جدا، اكتشف قبض على نفسه، قبض على نفسه بيعملها. فانا اكتشفت ان انا بعمل كده، انا بعظمه عشان عايز حاجه، انا انبهرت بيه. لان كتير ما بناخدش بالنا وبنقول جمل بالتعود، هو ده التدين، هو ده التدين، بنقول جمل بدون قوتها لان اتعودنا نقولها في بعض احيان. فالتدين يخليك تقول جمل بس في حاجه مرميه على روحك انك حقيقي واقف قدامه. عن وظيفة روحك الكهنوتية، انسانك الداخلي ده لابس هذه الثياب الكهنوتية، واقف في حتة خاصة جدا قدام الرب وجها لوجه، ومفيش شيء يفصلك. فيأتي إبليس ليقاوم، وتأتي الشكاية لتقاوم، عشان تصلي بالقشرة لكن ما تبقاش في الوظيفة الكهنوتية، زي ما حصل كده مع يهوشع هنا. ثياب قذرة، فعايز تصلي صلي بس، وفي مقاومة انك تدرك روحك واقف فين. كلكم عارفين القصة، مش دي الحتة اللي انا عايز اركز عليها. كلكم عارفين بالنعمة اجاب وكلم الواقفين قدامه انزعوا عنه ثياب القذر. عدد 4 قال له انظر اذهبت عنك اسمك، ألبسك ثياب مزخرفة، ليده على رأسه عمامة طاهرة. فالحاجة الصح اللي بيعملها يهوشع انه برغم الثياب القذر وبرغم المقاومة هو واقف قدام ربنا. فبيحصل استبدال للثياب، ده هو البر. آمن إبراهيم فحسب له إيه؟ برا. حضرتك من أنك بصدق الوعد وبتقف قدام الرب فبيحسب لك برا، النعمة بتغطيك. بس القصة لسه مخلصتش. عدد 6 فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي، إن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. اسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية. هأنذا آتي بعبدي الغصن، هو ذا الحجر الذي وضعت قدام يهوشع على حجر واحد 7 أعين، أنا ناقش نقشه يقول رب الجنود، وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. بس يهوشع كاهن، يهوشع كان فيه مقاومة أن يقف حقيقي بالوظيفة الكهنوتية، اترفعت المقاومة. فقام قال له بص حبيبي، أوكي أنت دلوقتي لابس مظبوط ثياب البر، كثانى رداء البر، هبص على آية 7، هبص على معنى صغير فيها، فيها معاني كتير قوي بس هبص على معنى صغير هاخدها من ورا القدام. لأن في 4 كلمات هنا، في ديار
وفي بيت وفي شعائر وفي طرق. إن سلكت في طرقي، لو معك إنجيلة كده كانك تعمل دوائر، دائرة على طرق، دائرة على شعائر، دائرة على بيت، دائرة على ديار، لأن في أربع تكليفات. إن سلكت في طرقي، إن حفظت شعائري، تدين بيتي، تحافظ على دياري. ففي أربع أفعال الكاهن يهوشع لازم يعملها. Are you here? Okay. في الفعل الأخير ده ربنا اللي بيعمله، أعطيك مسالك، أوكي، أعطيك طرق بين الواقفين قدام حضوري. بس ففي خمس أفعال في هذه الآية، أربعة على يهوشع، واحد على الرب. على يهوشع يسلك في الطريق، يحفظ الشعائر، يدين البيت، ويحافظ على الديار. أنتم مش شاطرين لغة عربية، بتبصوا لي بقى. واخر فعل رب بيعمله، فانا اعطيك رب، اعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. بس انا حوص على الاربع الافعال دي من ورا لقدام، فهبتدي بالديار. لان الحقيقي 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 لما نبص على هذه الايه من العهد الجديد، نكتشف انه اول ما بتخش قدام الرب بلغه العهد الجديد، انت بتخش القدس الاقداس، صح؟ اجلسنا معه فين؟ في السماويات. السماويات هي الديار. فانت اصلا 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 روحك، انسان الروح الداخلي، دوره، دور الكهنوتي، انه بيحافظ على المكان بتاع وقفتك في السماويات. فاكرين يسوع لما قال انا ذاهب لاعد لكم مكان؟ هو كان بيتكلم عن المجيء الثاني. اشكركم، حد طقطق، والطقطقه دي كانت مظبوطه. ليه؟ لان احنا اتفقنا من سنين طويله هو ما كانش بيتكلم عن المجيء الثاني، كان بيعد المكان الروحي لروحك لكي ياتي الروح القدس وياخذك لمكانك الروحي، فتعرف لو ده المجيء الثاني انت مش محتاج تعرف، فتعرف اين يصنع يسوع وما هي مشيئته. لو ده المجيء التاني انت لسه مش انت مش محتاج تعرف المشيئه، ما خلاص انت بقيت في السماء. فعد لنا مكان، مش بيتكلم عن المجيء التاني، هو عم بقاله 2000 سنه عمال بيعد مكان. ده ربنا غلبان قوي. ربنا اعد المكان بالفدا لما صعد، واعد لنا مكان وارسل الروح القدس عشان ياخدنا لهذا المكان كل مره بنصلي. فأجلسنا معه في السماويات، أقامنا معه في الصليب بالقيامة، وأجلسنا معه في السماويات. ده أجلسنا إيه؟ ده حالة روحية. ده المكان بتاع الوظيفة، الثياب الكهنوتية بتاعة روحك بتبقى موجودة فيه كل مرة المفروض حضرتك بتصلي. فحضرتك ابن وابنة، دي الهوية، والوظيفتين اللي شغالين، وظيفة كهنوتية وظيفة ملوكية، دي في السماويات. حضرتك تحت بتعمل اعمال رحمه، حضرتك تحت بتوعظ، حضرتك تحت بتعمل تدابير. دول تحت مربوطين بوظائفك اللي بتحصل فوق كابن وابنه وككاهن وملك. تعليق جانبي، ياما ناس بتعمل تحت بس ما بتعملش حاجه فوق، بعد شويه بيبقى منظر. تحت ده بيبقى منظر. ياما ناس بتعمل فوق، بس لا، معظم الناس اللي بتعمل فوق بتشتغل تحت بصراحة. لما حد فهم حاجة؟ أوكي. كل مرة إنسانك الروحي بيقف ويلبس الثياب الكهنوتية هو في السماويات، والسماويات دي هي الديار، والوظيفة الكهنوتية أن تحافظ على الديار. تقولي يعني ايه حافظ على السماء؟ انا حافظ على السماء؟ لا، تحافظ على المكان اللي رب اعده ليك في السماويات من خلال وظيفتك الكهنوتيه الروحيه من وانت هنا. انا اعددت لكم مكان واتي عشان اخدكم لهذا المكان. حافظ على المكان اللي رب اعده ليك في السماويات من خلال ايه؟ من خلال وظيفتك الكهنوتيه. كل مره، خليني اوكي، انا قلت الجمله بس، كل مرة حضرتك بتصلي بتقف في المكان اللي عدوا فيك، عدوا ليك الرب في السماويات.
كل مرة ما بتقفش في هذا المكان، هذا المكان فاضي، انت مش بتحافظ عليه. انتوا هنا؟ انتوا عارفين الآية بتاعت يوحنا دي ولا انا بقولها بسرعة عشان انتوا المفروض عارفينها؟ لا، منظركم محتاجة تتقري. يوحنا، انجيل يوحنا، في بيت ابي منازل كثيرة، يوحنا 14، والا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكان. خلي بالك يعني ايه والا فاني كنت قد قلت لكم، يعني 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 لو هو بيتكلم عن السماء هتبقى اللغه كده، في بيت ابي منازل كثيره، اي ولا في منازل في السماء، حلو قوي، وهي دي حقيقه، في منازل في السماء، بس هذه المنازل مش بتكلم لما نروح السماء في لما في المجيء الثاني. والا فاني كنت قد قلت لكم، كنت قلت لنا ايه؟ ان مفيش منازل او ان مفيش سماء؟ حد بيفكر؟ يسوع بيقول ايه؟ بيقول انا 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 ليك منزل من دلوقتي، ولو مالكش منزل من دلوقتي كنت هقول لك، بس انت ليك منزل من دلوقتي، انت ليك ديار في السماويات باسمك من دلوقتي، وعايزك تكون موجود فيها من دلوقتي بطريقه روحيه. حبيبي لو مالكش من دلوقتي كنت قلت لك. انتوا هنا؟ وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا ذاهب، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، إن مضيت وأعددت لكم المكان ده لما صعد وقدم الذبيحة قدام الآب وقبلت في الآب فسكب الروح القدس. الآب والابن روح القدس واحد. إن مضيت وأعددت لكم مكان آتي أيضا، ده كان بيتكلم عن سكيب الروح القدس مش كلام عن نفسه. تقولي إزاي؟ لا، ده أكيد بيتكلم عن نفسه. أقول لك لا، لأن يسوع قال أنا لن أترككم يتامى، أنا آتي إليكم، كان بيتكلم عن سكيب الروح القدس. فاكرين لما لهم أنا مش حاسبكم ولا لحظة؟ طب هو فين؟ سكب الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس بيمجد يسوع، الروح القدس واحد مع يسوع، فيسوع مازال بيقول لكل واحد واحدة هنا أنا مش سايبك ولا لحظة، أنت فين؟ الروح القدس. أنتوا موجودين؟ أوكي. آتي أيضا، ده الروح القدس، وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. طبعا الآية بمنظرها كده، ده بيتكلم عن المجيء الثاني، لما يجي المجيء الثاني ياخدنا واخدنا السماء. طب كلم كمل، وتعلمون حيث أنا أذهب. لو أنا في السماء ما احنا خلاص وصلنا، أنت رايح فين بعد كده؟ يسوع رايح فين بعد ما خدنا السماء؟ تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. فيسوع هنا مش بيتكلم عن، كلكم عارفين، انا عارف انكم معظمكم اسمعني بقول الكلام ده، مش بيتكلم عن مجيء تاني، بيتكلم عن المكان الروحي بتاع وظيفتك الكهنوتيه بتاعت روحك انها تكون موجوده في المكان ده. تعالوا نرجع لزكريا، زكريا 3:7 قال كده، تحافظ على دياري. الديار ده ال 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 السماويات بتاعتك، السماويات اللي أعدها ليك الرب. أتاري كل مرة روحك بتقف في المكان ده قدام الرب ببر الرب وجها لوجه قدام الرب في الوظيفة الكهنوتية، في حاجة بتحصل في الديار بتاعتك في السماويات، دي ديار الرب، دي ديار السماويات اللي أعدها ليك الرب. في حاجات كتيرة عشان الوقت مش هتكلم فيها في القصة دي، بس هنقطع بسرعة عشان أنت أيضا تدين بيتي. أتاري القصة مش بس السماويات، لا ده البيت هنا بتحمل بعد الشكل اللي الرب بيديك مسؤولية عليه على الأرض، بس ليه صورة في السماء. فأتاري وانت واقف في السماويات انت في حاجة بتتبني في الروح فبتتبني في الأرض. عايز تبني حاجة، عايز اوكي بلاش خدمة، بلاش خدمة، عايز تبني بيتك، عايز تبني ارتباطك، تقول انا مش متجوز بس انا بصلي من اجل ارتباط، حلو قوي، عايز تبني ارتباطك اللي جاي، اقف بوظيفتك الكهنوتيه في الديار اللي اعدها ليك الرب
وانت واقف قدام الرب وبتعبد وبتنسى نفسك، الرب بيبني لك هذا البيت. فكان قال لداود ايه؟ قال له مش انت اللي هتبني البيت، انا اللي هبني البيت. ان لم يبني الرب البيت باطل تعب البناؤون. ده بيحصل فين؟ ده بيحصل في الروح. عايز تبني اي حاجة في الارض، عايز تبني خدمة، عايز تبني شغل، عايز تبني بيت، عايز تبني مستقبل، انت بتبني فوق الاول. بتبنيه ازاي؟ بتبنيه روحيا. بتبنيه ازاي؟ بتبنيه وانت واقف قدام الرب. بتبنيه ازاي وانت في الوظيفة الكهنوتية قدام الرب؟ رب يقول لك انا ابني لك بيت. تبقى واقف قدام الرب ولا ليك ولا عليك. يا ما شباب يبقى واقف قدام الرب ومش في ذهنه الارتباط، ويقف قدام الرب والرب يبتدي يكلمه، انا ببني بيت ارتباطك في هذا الموسم. ولازم يفضل واقف قدام الرب، مش ياخده لوحده مين بقى مين بقى مين بقى. لا، بيفضل واقف قدام الرب. ليه؟ لانه هو لازم يبنيه. لازم يجيب طوب احمر واسمنت، مش في السماء. لازم يبنيه في روحه، لازم يبنيه قدامه، لازم يبنيه. فقال له انت تدين بيت تحافظ على دياري. وقفت روح، انا راجع من ورا لقدام، فوقفت روحك هي مكانك في السماويات اللي فيه بيحصل بنى، وهذا البنى مربوط بالخدمه، مربوط ببيتك، مربوط بشغلك. والرب يبتدي يقول لك انا عايز ابني بيت ده في الوقت ده، عايز ابني بيت القداسه في الوقت ده، عايز ابني بيت شغل جديد في حياتك في الوقت ده. مش تاخد الايه وتفرح وربنا اداني وعد، خد الايه وافرح وصدقها، بس افضل واقف في المكان بتاع الوظيفه الكهنوتيه لغايه لما المبنى يتبني. المبنى بيتبني فوق قبل ما يتبني تحت. ربنا اداني وعد بالشفاء، حلو قوي، خده بس ابنيه. كمل معانا، انا بمشي بسرعه. حفظت شعائري دي، للاسف العربي مش واضح قوي بس العبري واضح قوي، يقول لك حفظت حراستي. مش عارف العربي جابش عائري من فين، يعني وقفت حارس، وقفت بتحرس. قال له كده انت في الديار، في الديار في بيت، وفي البيت لازم في حراسة. فانت ككاهن، خلي بالك دي اربع تفصيلات في الوظيفة الكهنوتية، بيوقف في الديار، بيتبني البيت، بيحفظ او بيحافظ على اللي بيحصل، جارد، بيوقف بودي جارد، بيحفظ السهر، بيحفظ بيحفظ الرب يبني ده، والنتيجه بيسلك في الطريق. عمليه يعني بيحصل حاجات عمليه في حياته. ففي اربع مساعد، ده ببساطه ده تفسير بسيط جدا للايه، يعني في تفسيرات اعمق بس ده التفسير البسيط في الوضع الحالي يعني. وبالتالي حضرتك ككاهن قدام الرب لازم طريقك يبقى مختلف، بس ده جاي من ديار، بيت، حراسة، فطريق. تقول لي ده معقد قوي، ده ولك مش معقد خالص. ده إنسانك الروح لابس وظيفة الكهنوتية، عارف هو واقف فين، ومدرك ان الشغل اللي بيحصل مش اني واقف يا رب عظمك، يا رب سبحك، يا رب تعال علينا، ولو انا في حالة روحية موت كويس يا رب اصنع نهضتك. موضوع أكبر من كده بكتير. موضوع ليه وظيفة كهنوتية بتصنع تأثير. فقال له حارب فيها المحاربة الحسنة. إيه أخبار بقى المحاربة الحسنة دي؟ قال له في نبوات، في وعد، في ميراث، وفي أرض، وفي نسل، بس لازم تقف في المكان عشان تحافظ على الديار وعلى البيت اللي ببنيهولك وعلى الطرق اللي أنا بعملها في حياتك، تحرسها وبالتالي تعيش فيها، تسلك. فلو عملت كده انا بديك مسالك بين الواقفين قدام الرب. انا همشي بسرعه في الايات اللي جايه، بديك مسالك بين الواقفين قدام الرب. اول ما الرب بيلاقي واقف انت بوظيفه كهنوتيه بيقول اي حاجه تانية وسعه، طلعه لي قدام، بيقول لروحك انا عايز اعمل علامه لانك انت فهمت انت بتعمل ايه قدامي. بيسمي سمة على جبهة، فاكرين الآيات دي في حزقيال، بيسمي سمة على جبهة الرجال اللي بيئنوا، الرجال دي يعني تعني لا تعني ذكور بس، اللي بيئنوا من أجل النهضة، من أجل الملكوت، من أجل أن حاجة تتبني في الروح فتتبني في الأرض. لأن لما بتحصل حاجة فوق الجبل بتحصل تحت الجبل. لما الرب ورى موسى في الروح
البيت. قال له انزل تحت الجبل وابني على مثال البيت اللي انت شفته فوق الجبل. موسى فوق الجبل أتاري كان في الديار وفي البيت وحرس لمدة 40 يوم. حد فكر 40 يوم ربنا عشان يقول له صحي؟ انتوا مش هنا. موسى قعد فوق الجبل قد ايه؟ قصة ال40 يوم دي اتقال في كتاب مقدس في إصحاحين. طب ما كان ربنا قالها في زي ما بنقراها كده في دقيقتين وينزل. ال40 يوم دول ده بيحرس الحراسة، ده بيبني البيت. فلما نزل قال له اصنع تحت الجبل على المثال اللي انت شفته فوق الجبل اللي اتبنى قدامك. ليه؟ لأنك وقفت في الديار، لأنك حافظت على البيت، لأنك حرسته لمدة 40 يوم. النهاردة مش محتاج تحرس 40 يوم. النهاردة روحك سكنة، انت مش محتاج تتسلق جبل بجسد وتعمل حاجة بطريقة جسدية. روحك المفروض تكون سكنة في وظيفة كهنوتية، وانت نايم وانت صاحي وانت بتأكل عيالك وانت بتعمل كل حاجة. روحك المفروض تكون فاهمة هي واقفة فين، فبتحافظ على ديارك. هي ديار الرب اللي اعدها ليك باسمك. في ناس هنا الديار البيت بتاعهم في السماء مليان عنكبوت، ما زرهوش ابدا، مترب. اول مره تزوره تلاقيه معفر. ليه؟ مش معفر، انا بهزر يعني. فاضي، ما زرتوش قبل كده، وكل مره بتقف فيه بيلمع. ده اللي اقصده معفر، لانه هو مش بيبقى معفر، هو بيلمع كل ما تقف فيه زياده، بيلمع كل ما تقعد اعداد زياده، بيلمع كل ما روحك بتدرك الوظيفه الكهنوتيه بتاعتك وتقوم واقفه فيه، فبيلمع زياده. ولما بيلمع زياده البيت اللي بيتبني بيختلف، والحراسه بتاعتك بيبقى قيمتها اعلى، واللي بيحصل تحت بيبقى شكله مختلف خالص. لأن كل ما بتزرع في الخفاء بيجازيك علانية. كل ما بتزرع في الخفاء، الخفاء ده في السماويات. ادخل مخدعك، ادخل مخدعك عشان أوضة النوم؟ لا، ادخل المكان اللي أنا أعددته ليك واغلق عليك، ما تتشتتش بأي حاجة. ادخل إلى مخدعك، لأن إيه؟ لما بتزرع في المخدع بيجازيك علانية. اللي بتبنيه فوق بتبني تحت. ما حدش يقدر يبني تحت في الروح يعني إلا لو بنى في الروح الأول. ممكن تبني تحت بمجهودك، ألف ألف مبروك، بس ده خشب وقش وعشب، لما تأتي نار الرب هتحرقه تمام. لكن لو بتبني حاجة تدوم لازم تبنيها فوق الأول. أنت كويسين؟ أوكي، بسرعة بسرعة بسرعة. فاسمع يا هوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك. مين دولة؟ جم من فين؟ مفيش سيرة عنهم لغاية دلوقتي. يا هوشع كان واقف لوحده، لابس ثياب القذرة لوحده، غيروا ثيابه، الحديث معاه. بس أتاري لما بيوقف في مكانه بيلاقي ناس معاه فوق. حاسس إنك لوحدك؟ أقف فوق هتلاقي ناس معاك. انتوا هنا؟ انا بتكلم بجد. اول ما تاخد مكانك فوق فجاه بيبقى في ناس تانيه. ليه؟ لان في المكان فوق في ناس واقفه. انت على الارض ممكن ما تبقاش شايفهم، ما تبقاش حتى متفق نفسيا معاهم، بس لو وقفت فوق تجد اللي انت مش متفق على الارض معاهم هم اللي هم موجودين فوق. وفوق سمن على العسل، لانه في الروح الدنيا مختلفه خالص. في الكهنوت الروحي الدنيا مختلفه خالص، لان الروح متسع، الروح يستطيع، اما الجسد فايه؟ فضعيف، الجسد بيحك. حد فاهم حاجه؟ فانت في الروح تجد نفسك بتحك، لكن في الجسد تلاقي نفسك بتحك. انا بضحك لان في خادم كان في مره بيتريق كده وقال انا دايما بحط انا ومراتي في الروح علشان نفضل متجوزين.
مش خادم مش مصري ف ما تعودوش تفكروا مين يعني. اوكي فاسمع يا هوشع الكاهن العظيم انا ورفقائك الجالسون امامك لانهم رجال ايه كل اللي بيطلعوا قدام الرب كل اللي بيقفوا في هذه الوظيفه ربنا بيحط عليهم علامه يقول دول ساين دول ايه دول انا عامل معاهم عهد عامل معاهم كونترات ولما بيقفوا قدامي اه ده رجل ايه يعني ايه رجل ايه يعني رجل بيصنع تاثير في الارض اللي تحت رجليه ده مش رجل عادي اشعيا قال انا واولادي ايات وعجائب في الارض ليه لان ده واحد اتعلم عليه واحد الرب حط عليه السمة بتاعته حط علامة حط في قيامة بصلي مع ناس وابقى شايف ان الرب حط علامة على ايديهم في بعض الاحيان بقولها وانا بصلي مع البعض وفي بعض الاحيان بقوم واخد ايدك ورافعها حد في مرة رفعت ايده وانا بصلي معاه ده ليه لان انا شايف ان على ايدك علامة بقولك لازم ترفعها حبيبي لان الرب علم على ايدين كثيرة مش علم على ايديك الجسدية لكن علم على ايدين روحك اللي بترفعها لما بترفع جسدك فرب يضع علامه يقول لك انا اول ما الوجوه دي بتظهر قدامه اول ما الايدين دي بتترفع قدامه انا معلم هنا انا حمايل ودني هنا انا هأبرئ الارض اللي تحت اللي واقف ده ليه انا علمت علامه هنا لانهم رجال ايه انا اتي بعبدي الغصن طبعا ده عهد قديم بيتكلم عن مين مين عبد الغصن ده يسوع المسيح أنا آتي بعبد الغصن هو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين زكريا هو نفسر لنا مين السبع أعين لأن في صحة أربعة قال دي سبع أرواح المرسلة من الله ده عمل الروح القدس الكامل أتاري لما يهوشع بيقف في الوظيفة الكهنوتية يسوع بيبقى موجود والعمل الكامل بتاع الروح القدس بيبقى موجود وناس حواليك بتبقى موجودة فجأة الدنيا بتبقى زحمة فجأة الأجواء الروحية أنت في عرش النعمة فجأة بقى في ناس موجودة يسوع موجود بالبر بتاع غصن البر وحركة من طبعا أنا ببسط في أعماق في الآيات دي حركة من سبع الأعين هي سبع أرواح الله إيه النتيجة؟ أزيل إثم تلك الأرض في إيه؟ فم واحد في حاجة بتحصل لما بتقف في المكان ده في حاجة بتحصل لما تقف في المكان ده فاكرين الآية لما قال طلبت من بينهم رجلا تعالوا نفتحها نبص عليها أنا طب بصوا قبل ما نبص عليها طيب. تكوين خروج 19 خروج 19 خروج 19 الله أهو كان موجود الاجتماع اللي فات قال الاجتماع ده برضه هيسلم حياته أكيد خروج 19 خروج 19 عدد 6 ده بيكلم الشعب في العهد القديم انتم تكونون لي ايه خروج 19 6 مملكه كهنه ده من زمان اتاري القصد الالهي من اول يوم ما خرجوا من ارض مصر ده من قبل أي حاجة مملكة كهنة الوظيفة بتاعت روحك من أول يوم إن إحنا كلنا مملكة كهنة فدي وظيفة روحية لكل حد سمعني ابن الرب لو مش بتقف الوظيفة دي أنت معطل حاجة غير عادية بتعمل بمجهودك عشان كده بتصارع عشان كده بتشك عشان كده بتخاف عشان كده لو تقف الوظيفة دي إحنا مملكة كهنة سوري ما فيش اوبشن غير ان كل مره تصلي تبقى مدرك انسانك الروح وتبقى مدرك انك واقف في السماويات في الديار وتبقى مدرك ان الرب عايز يقول لك انا ببني ده دلوقتي ومدرك انك لازم تفضل واقف لغايه لما الرب يبني وتحرس البنى اللي بيبنيه وتخلص صلواتك او تحفظ الطرق الرب عمال بيقولها لك ليه فيديك مسالك بين الواقفين وفجاه تجد نفسك مش لوحدك يسوع معونه سبع عمل كامل روح القدس ويزيل اثم الارض تحت رجليك انتم مملكه كهنه تيجوا نبطل نصلي ونبتدي نبقى كهنة فاهمين يعني نبطل نصلي مش كده تيجوا نبطل نصلي المتدينة دي حتى بالجمل الجميلة اللي بنقولها كلكم بتقولوها تيجوا نبطل نصلي ونبقى مملكة كهنة ونقف في المكان اللي فيه حقيقي 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 احنا بنبقى موجودين
مش بنصلي من قاعة، مش بنصلي من قطك، مش بنصلي من عربيتك، انت بتصلي من المكان اللي عدوا ليك الرب، اللي انت محتاج روحك تبقى واقفة فيه كمملكة كهنة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، دي حالة روحية لغاية لما نكون. طيب عشان بس أكمل الصورة، بطرس الأولى إصحاح 2 آية مشهورة كلكم عارفينها، بس أنا قدامي دقيقتين بس. مبنيين، ده عدد 5، أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. وبالتالي مرة تانية احنا حولنا القصة كلها انه بنصلي يعني نو كهنوت مش بنصلي، كهنوت ده بنحفظ الديار، بنحفظ بنبني البيت، بنحفظ الحراسة وبنعيش في طرق. ولما بنعمل الكهنوت ده بيدينا مسالك، بنجد معونة، يسوع عن يمينك، الروح القدس عن شمالك، وبتتحرك وبيبرق الأرض تحت رجليك أينما ذهبت. أوكي، آية كمان أشعيا، أنا هقرا آيات صغيرة وخلاص هنصلي. أشعيا 60، أشعيا 61، أنتوا هنا؟ أشعيا 61، يبنون الخرب القديمة، عدد 4، يقيمون المحيشات الأول، ده إيه؟ ده إبراء للأرض. أنا كنا في اجتماع الأربعة بنتكلم عن كده، يبنون الخرب القديمة اللي جواك بينتصر على اللي براك. إنسان الداخلي أقوى جدا من اللي برا، إنسان الروح الداخلي بيقوى كل مرة بتقف ككاهن قدام الرب. أفسس 3 يقول لك كده، متقويين في الإنسان الباطن، اللي بره ده خارج يفنى، اما الداخل فيتجدد يوما فيوما. في حاجه اسمها الانسان الباطن بيسمن. عارفين الايات دي؟ يتلف النير بسبب ايه؟ السمانه. ده الانسان الباطن مش القشره البرانيه. القشره البرانيه لازم تخس، الانسان الباطن لازم يكبر. لما الانسان الباطن بيكبر القوه بتخرج، كل انتصاراتك على حساب خفائك. كل انتصارات زرعت قد ايه في السماويات هتنتصر تحت، زرعت قد ايه في السماويات حيث لا يسرق سارقون ولا يفسد سوس. مش قال كده اصنعوا كنوزكم في السماء؟ خدها يعني، اعمل خير ولما تروح السماء هتلاقي ربنا حافظ لك الخير، ربنا يخليك. موضوع اكبر من كده، الموضوع مش سطحي للدرجه دي، موضوع مش سطحي للدرجه دي. اعمل خير وربنا يحفظه لك في السماء. نو، ازرع صلوات وازرع ايمان وازرع وقت وازرع وقفه وازرع ازرع كل حاجه دي بتكنزها في السماوات حيث لا يسرق سارقون ولا يفسد سوس. يبنون الخرب القديمة، يقيمون المحيشات الأول، يجددون المدن الخربة، محيشات دور فدور، يقف الأجانب الغرب اللي ما تعرفهمش، ورعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراسيكم وكرميكم، أنت الواقفين قدامك. أما أنتم فتدعون إيه؟ Good morning. أنتم دي جمع مش كده؟ أنتم تدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا. وفجأة كل حاجة، ثروة الأمم وعلى مجدهم، كل حاجة تتحرك، أتاري بيبرق الأرض تحت رجليك. فيبنون الخرب القديمة، ليه؟ لأنهم كهنة الرب. كهنة الرب بيبنوا الخرب القديمة. حد سمعني؟ في خرب في البيت، كهنة الرب بتبني الخرب القديمة. في أمور متلخبطة في الشغل، كهنة الرب بتفتدي الأرض فأبرق أرضهم. بتشتغل في السماويات، بيحصل حاجة في الأرض، بيحصل حاجة في الخدمة، بيحصل حاجة في بيتك، بيحصل حاجة في الصحة، بيحصل حاجة. ليه؟ لأنك أنت ككاهن بتوقف في المكان بتاعك حقيقي، في الديار، في البيت اللي هو بيقولك أنا ببنيه، وبتحافظ على اللي هو بيبنيه، بتزجر وبتسير في الطرق. عوضا عن خزيكم، عدد 7، ضعفان. اقروا بقى الاصحاح كلكم عارفين، كله جميل. يرثون ارضهم ضعفين، يبتهجون بنصيبهم، يرثون ارضهم ضعفين، بهجه ابديه. ليه؟ انهم تدعون كهنه الرب، كهنه الله العلي. نختم حزقيال 22، الايه كلكم عارفينها، 30. طلبت من بينهم رجلا، يبني جدار،
الجدار ده بيبنيه فين؟ طبعا الإجابة واضحة يعني. بس أكيد 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 ربنا مش بيدور على واحد في حالة الضعف اللي كان فيها الشعب في هذا الزمان يجي ويعمل حيطة. طلبت من بينهم رجلا يبني جدار. فين؟ في الروح. يبني جدار في الروح. ايه الاخبار؟ اخر مرة بنيت جدار في السماء امتى؟ اخر مرة لقيت ثغرة في السماء في اللي انت بتبنيه وقفت في الثغرة دي. اول مرة اخر مرة كنت واقف قدام الرب في الوظيفة الكهنوتية بتاعت روحك ورب مشاور لك وقال لك يا نادر هنا في حتة مش مزبوطة. وانت جوه روحك وقفت فيها في الحته دي قلت له يا رب ابني انا واقف في الحته دي الفاضيه دي وهفضل واقف لغايه لما تتبني تماما. ببساطه امتى اخر مره عملت شغل روحي له قيمه؟ لانه بيحصل في السماويات حيث لا يسرق سارقون ولا يفسد سوس. اخر مره بنيت واخر مره وقفت في الثغره واخر مره ربنا مشاور لك قالك الحته دي فيها قلق وقف واتحركت وقفت فيها وما نزلتش منها لغايه لما اتبنت وبقت قويه. يبني جدارا ويقف الثغر امامي. فالقصه كلها في السماويات. بس خلي بالك ده كاهن. ليه؟ لان واقف امامي ايه؟ عن الارض. فواقف عن في حاجة اسمها التمثيل، انه بيمثل. الكتاب المقدس مليان ان احد وظائفنا او بالعكس هي الوظيفة الحقيقية لينا ان احنا بنمثل الارض. تسمع عن سفراء، سفراء المسيح. فانت سفير من بلد تانية بس انت موجود تمثل البلد اللي انت جاي منها في الارض. انت كاهن بتمثل الارض قدام البلد. اوكي. فاتاري اتاري 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 روحك الواقفه في المكان في الوظيفه الكهنوتيه. ربنا مش لاغي جسدك وبيرى ان جسدك بيمثل الارض. فاكرين الاسبوع اللي فات يسوع في السماويات المسيح ولا يسوع؟ فاكرين كم واحد كان موجود؟ المسيح ممجد في السماويات بس يسوع الجسد ممجد في السماويات. جسد المسيح بالفعل ممجد في السماويات. فلما يسوع والآب بيروا حضرتك النهاردة في إنسانك الداخلي في الروح واقف قدامهم في السماويات بيبصوا على الجسد بتاعك اللي في الأرض وبيروا أن جسدك بيمثل الأرض فبيبرق الأرض. وهو ده اللي بيخلي الرب يبرق الأرض لما أنت تقف كاهن. كاهن واقف عن حاجة. ده واقف عن الأرض. راجل واحد عن الأرض لأنه القشرة دي بتمثل تراب والتراب ده بيمثل الأرض. فأتاري كل مرة بنبقى كاهن حقيقيين قدام الرب، رب يرى الأرض وعايز يبرقها وبيدور على واحد يبقى واقف يقول له أنا هو يا رب. أنا هو عن ناس، أنا هو عن أمة، أنا هو عن شعوب، أنا هو عن أرض، أنا هو عن آخر مرة كل صلاتك وخلصت صلواتك وما صليتش لنفسك بس صليت بالنيابة عن كان إمتى؟ ومش كلام عن بتصلي عشان عندنا مشكلة في البيت وفي حد عيان فلازم نصلي عشانه. مؤكد عملت كده 15,000 مرة. لكن أنا بتكلم عن كل مرة وقفت عن الأرض. عارف الله لما بيراك مش واقف عن نفسك لكن واقف عن الأرض. بيعمل لنفسك أكتر ما بتطلب أنت لنفسك. دي حقيقة، دي حقيقة كتابية. الوقت بيخلص بس دي حقيقة كتابية. ممكن طلع لك شواهد عن كده كتير. بس ببساطة لأنه بيقول بنتي نضجت
بنتي أقدر أكلفها بتكليفات كتيرة، ولأني هكلفها بتكليفات كتيرة أنها بتقف عن حاجة مش عن نفسها، لأنها بتقف عن حاجة فأنا حاسكب عليها زيادة عشان تكمل في اللي هي بتعمله، لأنها واقفة عن آخر مش عن نفسها. فبنتي نضجت فأقدر أكلفها فحاسكب عليها، بنتي نضجت فحقدر أكلفها فححسم حروبها، ابني نضج فحقدر أكلفه فحفتح الطريق قدامه علشان ما يتكعبلش في المشاكل دي ويعرف يقف في الوظيفة، لأنه أخيرا فهم أنه كاهن قدامي عن الأرض. أنتوا كويسين؟ كل مرة حضرتك بتقف قدام الرب بجد، كل مرة الرب يقول أنا عايز أعمل سمة، عايز أعمل علامة، عايز أبصم على إيدك المرفوعة دي على إنسانك الروحي الداخلي، فتعالى إنه في ديار، في بيت أنا عايز أبنيه، في حراسة أنا عايزك تحرسها، في طرق أنك عايزك تمشي فيها. لو عملت كده إن سلكتم إن، فأنا هديك مسالك بين الواقفين، وهديك ناس حواليك، وعبدي الغصن والحجر اللي منقوش عليه عمل الروح القدس كامل، وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. كل ده حصل في المسيح، كل ده حصل في العهد الجديد. دي نبوات زكريا اللي ترجمت في العهد الجديد عشان نقف حقيقي في المكان اللي عدو لينا الرب. أمين. أذكرك روحك